اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل ما اقرا لحضراتكم اخبار النادي الاهلي النهارده وايه اللي حصل داخل النادي الاهلي وايه اللي هيحصل بكره ان شاء الله، عايز بس الحقيقه خالص التعازي لاخي وصديقي ونائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه العميد محمد مرجان في وفاه عمه المهندس احمد مرجان. ان شاء الله بكره هتبقى الجنازه بكره ان شاء الله في صلاه الظهر او بعد صلاه الظهر ان شاء الله من مسجد الشرطه في التجمع الخامس. البقاء والدوام لله، ويعني ربنا يرحمه يا رب، كان راجل محترم ويعني نتمنى له يا رب دايما الرحمه خلال يعني مش عايز اتكلم في هذا الامر كثير، ولكن الحقيقه العميد محمد مرجان بكره ان شاء الله هيتلقى العزاء في مسجد الشرطه في التجمع الخامس.